قررت يا جماعة انه انا هذا البلد ماني راجع عليه اني تايم سون، هيك ماخذ بريك. من 3 أشهر في شخص مأزي قرر يفوت خلسة على العرض تبعي ويصور وينزله على صفحة وينية الدولة لنكتة أنا عم نكت فيها عن رجال الدين كيف بيعيطوا وبيصرخوا وعن الدين ان جنرال وعيمة القيامة، وصار في مظاهرات وتسكير طرقات ونزلوا تحت بيت أمي وبلشوا التهديدات إنه حدا نكت عن الدين، فقرروا تيحموا الدين بيجوا بيقولوا لي قصص مثل إنه بدي اقطش لك لسانك تعميل الكلاب، بدي دعوس على راسك، بدي اغتصبها هي وامها واختها، شو ما كانت تكتي. ما في ولا مبرر لهيدا الليفل من العنف. قررت يا جماعه انه انا هذا البلد ماني راجع عليه اني تايم سون، هيك ماخذ بريك. ما في دوله تحميني، ما في قضاء، ما في امن، بس حضلني عم بحكي وحضلني عم حارب لانه ما في غير اوبشن. قد ما هوريه